السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو طبي جديد. اليوم راح اشرح لكم موضوع بسيط، هو اللي كارديك انزيمز. طبعا راح اشرحها بطريقه بسيطه جدا وحتقدرون تحفظوها، لان المهم هذا الموضوع وايضا يفيدكم بالامتحانات. طبعا الكارديك انزيمز هي عباره عن انزيمات موجوده وين؟ موجوده في عضله القلب، نقصد في الخلايا العضليه في القلب. هذه الانزيمات لو ماتت عضله القلب راح تخرج للدم، ولو زادت وشفناها زايده في الدم شنو معناها؟ معناها انه ماتت عضلات القلب وبالتالي زادت في الدم، لان تمزقت الخلايا وخرجت من خلال الخلايا. طبعا عندنا من هذه الكارديك انزيم، هذه الانزيمات الموجوده في عضلات القلب، عندنا تروبونين اي تي واللاكتيك ديهايدروجينيز الاول والثاني، وعندنا الكرياتينين فوسفوكاينيز ام بي او سي كي ام بي. طيب هسه دوروني شلون راح نقدر نحفظها بطريقه بسيطه. سويت لكم مخطط بسيط وحتقدرون تحفظون من خلاله. طبعا رمز التروبونين هو هذا الرمز، شخص حرف تي طبعا ولابس رباط ولابس قاط مرتب، فيسميناه مستر تروبونين اي تي، مستر تروبونين اي تي، مستر تروبونين اي تي. ايش سوى؟ اجر بيت. طيب اجر بيت ايش راح يسوي؟ سي كان بي، سي كي ام بي. فمستر تروبونين اي تي اجر بيت سي كان بي ولقى شاشه ال سي دي، شغل القنوات H D وشغل القناة الأولى والثانية. فهسه عندنا مستر تروبونين اي تي، مستر تروبونين اي تي اجر بيت سكن بي ولقى شاشة ال سي دي، شغل قناة H D الأولى والثانية. وطبعا هذه طريقة بسيطة حتقدرون تحفظوها وان شاء الله تكونون استفاديتوا.